معايا احمد سمير اهو. يا احمد اهلا بيك، ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا بيك. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام يا حبيبي، والله يا ابو كله حميد، هو الاستاذ سمير الاسكندراني بيقول ايوه. احمد ماشي في كل حتة، بيقول انا ابن سمير الاسكندراني وبيحكي حكايات عن ابيه. تمام. ايه اللي دفعك انك انت تقول كده؟ لا يا فندم والله، هو مفيش اي حاجه من دي غير من سنتين لما محمد كان عامل معايا لقاء، لقيته بيتكلم في حاجات زي كده فاتمدت معايا، يعني عملت ارتجال بس ولا اكتر ولا اقل، محمد مين؟ اللي هو محمد قناه الشرقيه. ده هو بادئ ابن الوز عوام وانت بدأت تحكي، يعني ما انت بتقدم نفسك يا ابو حميد على انك ابن سمير الاسكندراني. لا خالص والله، يعني ما كانش ده القصد خالص، يعني هو ها؟ سمير الاسكندراني طبعا على عيني وعلى راسي وكل حاجه وبحبه، بس ما اقدرش اعمل حاجه زي كده، يعني حاجه زي دي على الدور. ده انت حتى بتحاول، انت انا شايفك بتحاول تبقى شبهه، لا عامل والله ما مفيش مشكلة. انه يعني هو لسه الاستاذ سمير حتى بيقول ده، حتى التقليد في حد ذاته يعني بينهي اي حاجة، لكن كمان انت بتتجاوز التقليد الى حد انك بتدخل بقى في نسب واعراض، يعني ممكن ده لا لا تعمل، مفيش الكلام ده ممكن خالص، تعمل مشاكل يعني. ده ابنه، أكيد طب طبعا خلفه امتى؟ طب جابه امتى؟ طبعا. فيعني دي ممكن تعمل كوارث اجتماعية يا استاذ احمد. أكيد طبعا أكيد أكيد. بس انت هنا، طب خلينا نسمع الجزء ده. لا انت هنا بتتكلم على انك ابن نسمع الجزء كده، خليك معايا. ابن الوز عوام الفنان الجميل اللي معايا دلوقتي هو ابن المطرب الكبير سمير الاسكندراني، هو احمد سمير الاسكندراني. بقول لك منور الدنيا كلها. بنورك بنورك يا محمد، والله الله يخليك. انت واخد كاركتر والدك 100% مش كده؟ لا مش قوي والله، انا لقيته لايق عليا رحت سايبه بس مش اكتر، قلت اجرب كده فعجبك الموضوع، فطلع موضوع طلع كويس الدوجلاس بقى والشعر وكده. بس، فطلعت كويس رحت سايبه على كده جميل. بس. طب احمد انت ممثل ومش مطرب. لا ممثل، اخر حاجه كانت قبل 30 سنه مع احمد السقا ومنى طب زكي. انا عارف، انا بقول لك انت ممثل مش مطرب. لا ليه مش ممثل، مطرب مع ان بابا هي مطرب؟ موهبه، هي من عند يا ابو ربنا. حميد معاك، ما هو اصل انت يا احمد الراجل بيقدمك احمد ابن، وانت يعني بدات تتخدم على المساله وتتكلم. وغير كده والاستاذ سمير كل الناس بتقابله بتقول له احمد ابنك كان عندنا، احمد ايوه ابنك عمل كذا. اه ممكن بعد شويه يقول له حد، يقول له احمد ابنك خد مني فلوس امبارح على يهزر. اساس. لا لا طبعا الحمد لله، الواحد محتاج حاجه يعني، بس والله يعني انت عارف الناس في مصر افوره في كل حاجه، يعني الواحد لو سمع حاجه بيحط عليها 1 2 3 4 لا 5. مش افاره، اصل انت اللي عامل ده يا ابو حميد، اصل انت عارف خلي بالك دي قضيه، يعني احنا هنا امام نصب واحتيال، بس انا مش يعني مش عايز نقصه عليك. على الاقل يعني مش يعني ما يعني ايه اللي خلاك تمشي في هذه الموجه؟ انت عامل حتى شكل سمير الاسكندراني ليه؟ ايه في الشكل يعني؟ لا خالص والله، يعني انا عامل دوجلاس وعاملها من زمان بس طيب، فاهمني، بشيلها شويه اسيبها شويه كده، لازم الواحد يبقى في تجديد وتغير بس. هل انت قلت تختصر المسافة شوية اما سلط الضوء على نفسي شوية وبعد كده ابقى يعني اخد اتجاهي العادي الطبيعي؟ والله ممكن ساعات بس، قلت اما اخد زقة كده ان انا اقول انا ابن فلان يعني. اه والله، بس في مصر ولا في سقه ولا في اي حاجه يعني، فاهم، هي موهبتك هي اللي بتزقك، بس الكلام ده كان زمان، دلوقتي مفيش الكلام ده. هل انت يا احمد بتعاني شوية ما انتش لاقي حد يلتفت ليك، فقلت لما هقول انا ابن فلان ممكن الناس ممكن تساعدني والله، وممكن الكاميرات تجي لي يعني؟ ممكن والله، الواحد بيعمل محاولات في كل الجوانب، بس برضه في مصر بقت الحاجه صعبه في كل حاجه، وبقى الموضوع متدهور جدا جدا، ولا موهبة بقى بتنفع ولا أي حاجة بتنفع. انت بتغني بقالك قد ايه يا ابو حميد؟ لا أنا ماليش في الغنى خالص، أنا تمثيل وإخراج. تمثيل واخراج. فانت يعني قلت لما اخد زقة كده اقول انا ابن فلان، ف اللي هي دفعة كده في الأول، بس مش النجاح اللي بيبدأ بزيف وخداع يا أبو حميد. ما أكيد طبعًا أكيد أكيد. طيب يعني بتنهي، بتسدل الستارة على هذه القضية، لن تستخدم اسم سمير الأسكندراني من جديد؟ لا خالص والله، هو كان اللقاء ده وخلاص. طيب خليك عشان الأستاذ سمير معايا أهو، الأستاذ سمير قلبه كبير يعني. أستاذ سمير أهلا بيك. اهلا وائل بيه. اهو احمد بيقول، هو الراجل بيعترف بيقول انا قلت يعني واضح انه حائر مش لاقي، مش عارف يشتغل يعني، فقلم ما اعمل زقه كده
اقول انا ابن فلان يعني. الحقيقه انا عايز ما يهمش استاذ سمير نبعد عن التلفزيون لان صوت التلفزيون جاي عندنا وبيبقى فيه مسافه بتصعب على المشاهد السمع شويه. اتفضل. اتفضل استاذ سمير. كده كويس؟ اتفضل. الاخ احمد، انا يعني دي جريمه صوت. امتحان شخصية يا أحمد. مهما حاولت إنك تبسط وتلطف وتستظرف في طريقة العرض. إنما السياق سياق سرقة. فأنا ما حبيتش إن أنا أقدم شكوى للنيابة العامة. بتنسب نفسك إلي على أي أساس؟ هذا النسب بتروح في رقاب عندنا في الصعيد. ما انا لسه بقول له ده فيها اعراض وبتاع ويعني ومخلف احمد سمير وما بيقولناش. معقوله وعنده الابن ده ومخبي علينا طول السنين؟ تصور انا ليا بنتين ناجل. واضغط على الزناد وما نلاقيش الاستاذ سمير. وما نلاقيش. فايه يا سمير يا احمد يا سمير، ايه اللي اروح هنا اروح يمين؟ انت عندك بنتين يا استاذ سمير؟ بنتين، نجوى ونبيل. وتاثروا بده؟ قالوا انت خلفت احمد امتى يا بابا وبتاع؟ يابا. قالوا بس الراجل ضرب جواز عرفي في يوم من الايام ولا حاجه. ايوه نط عوجه كما يقولون في المثل. طيب استاذ احمد، استاذ احمد، استاذ سميره هو بيقول لك ده نصب. هو والله مش نصب ولا حاجه ولا اي حاجه من دي. هي يعني ساعات الواحد كده بيبقى ايه يعني بيحاول يعمل اي سعي من هنا او من هنا او من اي طريقه، بس مش ده القصد يعني طبعا. ولا حد في الدنيا عايز يسيء لحد. بس كله معترف اصلا ان انا غلطان فعلا. اصله زي ما بيقولوا استاذ سمير ده فيها اعراض. هو عنده بنتين. ايوه. وبيبقى فيها عائلات وبيقول يعني الراجل ده ظهر له ابن امتى. يا احمد مساله مش سهله يعني. وانا تاني بقول مش عايزين يعني القضيه مش عايزين نقصوا عليك يعني. انما نعتبر انه هذه المكالمه تنهي ده، لانه واضح يا استاذ سمير ان ما كانش المشهد ده بس. هل احمد استخدم اسمك كثيرا؟ ده ابني. اتصرف على اساس انه ابني. يعني ناس كتير بتيجي تقول لك كذا يعني. وبيعرف لغات زي، وعنده مواقف وطنيه زي. طيب بالمكالمة دي يا أستاذ سمير خلاص بتعتبر أنه يعني القضية انتهت يعني، وأحمد أهو بيعتذر وبيقول هو أخطأ الوسيلة يعني. أنا بعتبر بمنتهى الصدق أن برنامج أستاذ وائل البراشي الصديق العزيز برنامج هو صوت الحق. لما تنهي خلاف بهذا الجلاء وبهذا الوضوح وبهذه القوة والمصارحة، المخطئ قلت له في وجهه انت اخطأت يا احمد يا سمير، ما اعرفش اسمه ايه، احمد سمير. احمد سمير انت اخطأت، وده احنا مش عايزين نقص عليك، ولكن هذه سرقة. منتهى الجزالة والقوة والمصارحة. طيب. وهو الحقيقة بيعتذر أحمد. أحمد قول كلمة أخيرة للأستاذ سمير علشان بس نزل الستار على هذه القضية وتنتهي تماما يعني. تمام. والله يا أستاذ سمير حقك على عيني وعلى راسي، مفيش أي حاجة فيا.
ده اولا. ثانيا انا كنت مكلم استاذ سامي، وهو استاذ سامي وصل لحضرتك ان الموضوع اصلا منتهي في الزمان. واستاذ وائل الابراشي لما كلمني من حوالي كام شهر وقال لي ان استاذ سمير عايزك ونبقوا في برنامج العاشره مساء، انا ما بقولتش اي حاجه، وقلت لي هتبعتوا لي عربيه لغايه اسكندريه وكل حاجه من دي، وانا ما قلتش اي حاجه. انا عمري ما كلمتك يا ابو حميد. ابو حميد انت حد من الاعداد؟ حد من الاعداد. لا ما يعني بكل الاحوال يعني مش مشكله، جايز انت قدمت نفسك للاعداد كمان انك انت ابن سمير الاسكندراني، فكنا بنعمل حلقه عن ابناء الفنانين يعني متذكر. لكن انت بتني ده لن تستخدم اسم ولن تدعي، لانه كمان هنا مش استخدام اسم بس، ده هنا فيها اعراض يمكن ان تؤدي الى مشاكل جامه يعني لا تعد ولا تحصى. بشكرك يا احمد الف شكر. استاذ سمير الاسكندراني الف شكر، يعني بدون القسوه هو اعتقد ان ده يسهل له، يعني واضح انه عايز يمثل ومش عارف. احمد يعني الابواب تغلق، فلما يقول انا ابن سمير الاسكندراني هيبتدي حد يستضيفه كده، وهيبتدي بعض الناس ممكن يعني تشغله، لكن ده نجاح يبدا من زيف وخداع ونصب. بعد